يعني. وزي ما قال يعني بطوله الدوري دي، بطوله الدوري بطوله اقوى بطوله في القاره، تمام؟ يعني سيبك من اللي بيقول المؤرخ عمرو الدريدي، سيبك منه، يعني بتكلم على بطوله الدوري. بطوله الدوري هي اللي بتوديك لبطوله افريقيا، يعني بطوله افريقيا هي اقوى بطوله. فبالتالي لما تكون انت بطوله مؤديه لاقوى بطوله، المفروض يبقى فيها تكافؤ فرص. طيب كابتن سعد الحفيظ، اتحاد الكوره المفروض يقف مع النادي الاهلي وهو بيمثل مصر، ووقف مع النادي الاهلي في تاجيل بعض المباريات، ولكن ضغط الاهلي في مباريات بدون اللعيبه الدوليين بتاعته. لا 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 لحظه بس، ما وقفش مع الاهلي في تاجيل بعض المباريات. انا مش هلعب، مش هبقى بروحين، انا مش هلعب، هلعب كايزر تشيفز وفي نفس الوقت اسيب فرقه 21 يلعبوا. ده نفس الاسبوع اللي انا كنت بلعب فيه في افريقيا كان هو اللي بيقام، هو نفس الاسبوع. انا ما تاجليش حاجه، انا لعبت يوم، لعبت يوم 14، يوم 14 4 مع النصر، و18 مع الزمالك، و21 مع سموحه، و24 مع انبي، و27 مع المصري، و30 مع الجونه، و3 مع المحله، و6 مع الاتحاد، و10 مع الزمالك، و15 مع سان داونز. يعني اظن ده ما حدش يقبله ابدا وقبلناه. فانت هتيجي النهارده تقول لي لا اصل انا ما اعرفش في متكف الفرص، في لسه فرقه بتلعب دور 16 في المال، انا ما لعبت دور 16 اساسا. ده انت، ده انت عشان تكافئ الفرص طلعتني العب النصر اللي من القاهره من مصر الجديده، وانا من الجزيره، طلعتني العب في اسكندريه عشان الزمالك بيلعب الحرس في السويس. فانت النهارده هتقول لي انا هاجل ماتش عشان ابقى مرتاح؟ لا 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 خالص، اللي هيحصل هنا هيحصل هنا، مش هتلعب هنا مش هلعب هنا، تمام؟ ده واضح وصريح. اتنين، حصل معايا ولا ما حصلش؟ حصل معايا. ثلاثة، هل لو الجونه طلب ان هو يلعب المباراتين في اسكندريه هتوافق له ولا لا؟ ما تقدرش ما توافقلوش، لو وافقت لده هتوافق لده. شكرا كابتن. شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع مدير الكره الكابتن سعد عبد الحفيظ اللي سال وتساءل.